فقد أيوب أولاده العشرة وماله. مرحبا بكم في مقطع جديد بعد مدة طويلة دامت لأسبوعين عن آخر مقطع نزلته في قناتي. السلام عليكم، معكم الزفليشن. نعم عاد وبقوة إن شاء الله. اليوم لدينا مقطع جميل جدا وطويل، وهذا تعويضا لغيابي، لذلك سوف يكون مقطع جميل جدا وطويل أيضا لتعويض الغياب. المهم، آسف جدا، لقد غبت عليكم كثيرا، وأنا لست معروف بأنني أتغيب كثيرا. أنا معروف بأنني أنزل الكثير من المقاطع دون الغياب لمدة طويلة. المهم، واجهت مشاكل بأن لم تكن لدي انترنت، والآن الحمد لله لدي. وأيضا كنت أعمل وما زلت أعمل، وقلت اليوم إن شاء الله، وكنت أخطط لأنني كنت أحضر لهذا المقطع، لذلك أخذ مني فترة أيضا طويلة، لذلك تغيبت لأسبوعين. لو كان المقطع بسيط لتغيبت على ما أعتقد 8 أيام، لكن الأيام التي زدتها كانت تحضير لي المقطع. المهم، لدينا مقطع جميل جدا، لا أريد أن أطول عليكم. المقطع جميل جدا عند من جماله، عندما تصف أي شيء جميل تتذكر هذا المقطع من جماله. قد تستغني عن كلمة جميل وتقول إنه كذلك المقطع، يعني كهذا المقطع، يعني العنوان المقطع، يعني من جماله. المهم، اليوم لدينا مقطع بعنوان قوة صبر أيوب وإيمانه. قوة صبر أيوب وإيمانه بربه وأخلاقه الجميلة. اليوم لدينا مقطع رائع سوف تستمتعون. أي شخص من أي فئة، شخص غاضب، شخص مكتئب، شخص يدخن، شخص سارق، شخص أي شخص، أي نوع من الأشخاص، وفي أي ظرف من الأحوال، يستطيع أن يشاهد هذا المقطع ويستمتع. جميل من جميع الجوانب. أنا أصف لكم المقطع لكي تتحمسوا، لأنني أنا متحمس. قد يقول شخص من الذين يشاهدون المقطع: ماذا أنت متحمس؟ لديك فقط 131 متابع متحمس. هناك أشخاص لديهم الآلاف والملايين من المتابعين ولا يكونون متحمسين كما أنت متحمس. سوف أقول لك لماذا أنا متحمس. لا يهمني عدد المشتركين الذين يتابعونني، ما دمت أحب الفيديوهات التي أنزلها، وأحب أن أنزل مقاطع على اليوتيوب، وأحبكم أنتم أيها المتابعون الذين تتابعون مقاطعي أول بأول. ولذلك أنا أتحمس، حتى لو كان شخصا واحدا يشاهدني أكون متحمسا، لأنني أفعل الشيء الذي أحبه وهناك من يتابعه حتى لو كان شخصا واحدا. لذلك قبل أن نبدأ المقطع جميل جدا، لذلك لا تنسوا أن تضعوا اللايك لتدعموا هذا المقطع، وتشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس لكي لا تنسوا في الأخير، ولا تضعون اللايك ولا تشتركون بالقناة إذا لم تكونوا مشتركين وتخرجون ولا أجد أي دعم، لذلك أنا أقولها الآن. المهم، لا أطول عليكم، أعرف أن المقدمة طويلة جدا بسبب الغياب، أعوضكم، لكن سوف أقول لكم هذا المقطع أفضل مقطع سوف تشاهدونه، من أفضل المقاطع التي نزلت
في قناتي على اليوتيوب. لذلك اذهبوا الى الان. المهم قبل ان نبدا في القصه، اسف لان المقدمه كانت طويله جدا، نعم، وذلك تعويضا لغيابي الطويل ولكي اخبركم لماذا تغيبت عليكم لمده طويله. حسنا، احضروا عصيراتكم ومفرحاتكم لان المقطع طويل جدا كما يقول عمر ماكس اتش دي. فلنبدا في القصه. كان نبي الله ايوب عليه السلام رجلا وسع الثراء وانعم الله عليه بنعم كثيره، وكان يحسن الشكر عن النعمة، وكانت تعينه زوجته رحمة على ذلك. كان هناك رجلان يتحدثان. قال أحد الرجلان: لماذا ينفق أيوب كل ثروته في إطعام الناس وكسوتهم وعلاجهم؟ قال صديقه: إنه يتقرب إلى الله. كان إبليس قريبا منهم فتحول كهيئة إنسان ودخل بينه. قال أحد الرجلان: من أنت يا رجل؟ قال إبليس وهو بهيئة إنسان: أنا رجل من بلاد، أنا تاجر من بلاد العجم. قال أحد الرجلان: لم تخبرنا عن رأيك في النبي أيوب عليه السلام. قال إبليس وهو بهيئة إنسان: أود الاحتفاظ برأيي لنفسي. قال أحد الرجلان: لقد شوقتنا لمعرفة رأيك. قال إبليس وهو بهيئة إنسان: أعتقد بأن أيوب يتظاهر بطاعته لله. قال أحد الرجلان: اشرح لنا أكثر. قال إبليس وهو بهيئة إنسان: إن رجلا غنيا لا يضره أن ينفق ماله في أن يشتري مديح الناس. واعتقد ان ايوب لو كان فقيرا لعرفتم معدنه الحقيقي. وقالت مشيئة الله بامتحان نبيه ايوب امتحان الصبر، وكان الامتحان الاول امتحان الحق. قال رجل من بين الناس: حقول ايوب تحترق، وايوب ترك ارضه تحترق ولم يخرج من صلاته لينقذ ماله. قال أحد رجل آخر من بين الناس: يا لها من كارثة، ضاعت ثروة أيوب بأكملها. قال رجل آخر: الآن نستطيع أن نحكم على حقيقة تدينه. كان رجل يمشي فالتقى بإبليس وهو بهيئة إنسان. سأله إبليس وهو بهيئة إنسان: أين أنت ذاهب في جوف الليل؟ قال له حوران: أنا ذاهب لزيارة نبي الله أيوب لأواسيه لأنه فقد أرضه وماله. قال إبليس وهو بهيئة إنسان: ما دام لديه 10 أولاد يستطيعون إعمار الأرض ومضاعفة أمواله أكثر من سابقها، فمات أولاد أيوب 10 في يوم واحد. قال حوران: يا له من جبل صامد. قال رجل كان مع حوران: عن ماذا تتحدث؟ قال له حوران: عن نبي الله أيوب فقد أولاده 10 ودفنهم بيده ونهض لصلاته وعبادته. بينما
كان نبي الله أيوب عليه السلام يصلي لربه ويسأله سلام القلب، كان إبليس يبحث عن وسيلة جديدة لمحاربة نبي الله. كان هناك جماعة مجتمعة وكان من بينهم إبليس وهو بهيئة إنسان. قال حوران فقد أيوب أولاده العشرة وماله، قال إبليس وهو بهيئة إنسان: ما دام لديه صحته يستطيع تعويض المال والأولاد. قال رجل آخر: صحيح، الصحة أهم من المال والأولاد. قال إبليس وهو بهيئة إنسان: إن أيوب قوي الصحة وموفور، لا تشعر عندما تراه أنه في سن 70؟ قال رجل: هل هو في سن 70 حقا؟ قال رجل آخر: إنه يبدو أصغر من ذلك بكثير. قال حوران: صفاء القلب ينعكس على صاحبه. أصيب أيوب بمرض شديد وكان يتألم، وبدلا من الصراخ كان يردد لفظ الجلالة في خشوع، وكانت زوجته الصالحة فداء له وتبكث لخدمته، تمكث معه مدة طويلة لمدة طويلة. اجتمع الناس حول بيت أيوب وأرادوا طرده من بيته، أنهم أخبروا زوجته بأنه مصاب بمرض خطير. قالت زوجته، زوجة أيوب عليه السلام: تكلم يا سيد حوران. قال: المصلحة تقتضي حماية المجموعة، وقد يتحول هذا المرض إلى وباء. وأخبروا زوجته بأن تذهب هي وزوجها إلى تلك الجبال البعيدة. قالت زوجته: إنه مكان مهجور، قد تأكلنا الذئاب. قال أحد من الرجال: إذا كان زوجك نبيا بحق سيحميه ربه.